ها هي غريبة ديال البهلة ديالنا واجدة، تبارك الله ما شاء الله، جات مشقة غزالة، واخا تحمرات لي شوية من الوسط، واخا خدمت الفرفارة ولكن هكاك تحمرات لي شوية من الوسط. بالنسبة للمقادير كندير 250 غرام ديال الزبدة، الزبدة تكون مزيانة، زائد 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر، 3 ديال الخمارات، كاس ديال الزنجلان غير منقي ميكونش محمر، 250 غرام ديال اللوز مفروم ميكونش رقيق بزاف، زائد معلقة كبيرة ديال القرفة ومعلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية. بالنسبة للدقيق تقريبا 750 غرام. أنا زديت بالنسبة للبسكويت زديت واحد الباكية طحنت حتى هي تاني كتعطي المذاق زوين. ايوا بالصحة والراحة. بالنسبة للغريبة البهلة باش تجي ما كتفتتش في اليدين، كتزيد واحد المعلقة ديال الماء في التالتة كتسالي، كتزيد واحد المعلقة ديال الماء وكتبقى كدلكها مزيان وكتبيتها ليلة كاملة. بالنسبة لينا هذه هي الطريقة اللي درت، كتجي تبارك الله ما شاء الله كلها مشقة ما شاء الله.